أول حاجة من الحاجات اللي لازم تبدأ تجهز لها كويس هي الهاوسينج، إن أنت هتقعد فين في البلد اللي أنت هتقعد فيها وقت النيابة، يعني إيه البيت أو إيه الهاوس أو إيه الأبارتمنت اللي هتقعد فيها. في معظم البروجرامز بتبعت إيميل غالبا بهاوسينج انفورميشن للنيو ريزيدنتس، تقول لهم إيه الأماكن اللي هما يعني بيقترحوها عليك إن أنت ممكن تقعد فيها. في بروجرامز بتعملش كده، ممكن انت يعني انت تكونتاكت البروجرام كورنيتور او الميديكال ايديوكيشن اوفيس وتسالهم هل هم ليهم اي اقتراحات بالنسبه للموضوع ده. هم بيبقوا عارفين يعني معظم الريزنس بيقعدوا فين وكده، فغالبا هيكلوك يعني. فلازم الموضوع ده تبدا تجهزه قبل ما تروح، يعني ده مش بتعمله بعد ما توصل امريكا، يعني ده من قبل ما تروح لازم يكون في دماغك على الاقل حتى اوبشنز انت هتقعد هنا ولا هنا، عشان لما توصل ما تبدأش بقى تدور من الصفر. يعني حتى لو هتقعد في اوتيل يوم او يومين لحد ما يعني ما تنقل يبقى فترة قصيرة. تمام. يعني هتلاقي الهاوسينج معظمه يعني معظم الريزنس بيقعدوا في اماكن بتبقى زي ابارتمنت كومبلكسز، يعني زي يعني كومبلكس كبير وفي مجموعة شقق كتير. ميزة الكومبلكس دي انها بتبقى ليها خدمات كويسة، لأن أنت بتبقى مشغول يعني معظم وقتك طول الليل والنهار وأنت في النيابة، معندكش بقى عندك وقت أنت تصلح حاجة في البيت عندك باظت كده، فهم بقى عندهم maintenance programs، عندهم حاجات، فمجرد بس إن أنت بتقول لهم مثلا عندي في مشكلة هم بيجوا هم يصلحوها حتى لو أنت بره في المستشفى. فيعني معظم النواب بيختاروا أماكن زي دي يقعدوا فيها يعني. حاجة تانية لازم تاخد بالك منها كويس قوي موضوع السوشيال سيكيورتي نمبر. في ناس اللي هي اوريدي كانت بتعمل ريسيرش مثلا في امريكا قبل ما تبدأ يعني قبل ما تقدم على الماتش على جي 1 فيزا، بيبقى معاهم سوشيال سيكيورتي فمبيبقاش في مشكلة خلاص. لكن غالبية الناس اللي بتبقى لسه بقى جاية أول مرة على جي 1، يعني هي قبل كده كانت على بي 1 فيزا، بي 1 فيزا ما ينفعش تطلع بيها سوشيال سيكيورتي نمبر. فأول ما بتنقل بقى الجي 1 وتخش أمريكا لأول مرة بقى ساعة ما تبدأ نيابة، لازم تقدم على السوشيال سيكيورتي. ده المفروض تستنى فترة حوالي 10 أيام من بعد ما تدخل أمريكا لحد ما تقدم على السوشيال سيكيورتي. كمان في الفترة دي يعني لازم زي ما قلنا برضو بيفرق قوي إن أنت لازم تكون أول ما وصلت رحت البروجرام كورنيتور اديتها الورق بتاعك عشان تبعته للـ ACFMG. الحاجات دي لازم تعملها كلها في وقتها عشان ما تتأخرش في الابليكيشن بتاعت السوشيال سيكيورتي. تمام. السوشيال سيكيورتي مهم عشان حاجات كتير قوي في امريكا، يعني انت اصلا مش هتعرف تقبض مرتبك، مش هتعرف تعمل حاجات كتير من غيره، فلازم تاخد بالك من النقطة دي كويس. في حاجة هي يعني تكنيكال شوية هيفهمها الناس اللي اوريدي خلاص يعني خلاص موضوع الفيزا وكده، يمكن الناس اللي لسه يعني ما قدمتش على الماتش بتسمع البرزنتيشن ده ممكن ما تفهمهاش دلوقتي، بس ساعتها يعني تبقى تاخد بالها منها. في ورقه اسمها دي اس 2019. الدي اس 2019 دي الورقه اللي انت الاس ام جي بتبعتها لك انت في مصر عشان بتقدم بيها على الجي 1 فيزا. طيب الورقه دي اسمك بيبقى مكتوب فيها زي الباسبور. احنا مشكله في مصر ما عندناش في حاجه اسمها فيرست وميدل ولاست نيمز، يعني الباسبور بالاسم بيتحط على بعضه. وفي الفيزا لما بتطلع لك غالبا بيحصل ان اللاست نيم بتاعك هو اللي بيتحط وبعد كده الباقي كله بيتحط لان هو اسمه جيفن نيم او فيرست نيم. الدي اس 2019 اسمك بيتحط نفس الوضع بالظبط، اسمك كله في الفيرست ما عدا بس ايه اللاست هيبقى لوحده ده هو اسم العيله. المشكله انت بتيجي تقدم على السوشيال سيكيورتي بيبقى في مشكله ان اسمك كبير جدا في الفيرست نيم، لان اسمك بقى واسم باباك واسم جدك كل ده موجود في الفيرست نيم. فده بيعمل مشكلة، وغالبا بتضطر ان انت تحتاج تجيب دي اس 2019 تانية مفصول بقى فيها اسمك الاولاني لوحده واسم باباك واسم جدك في الميدل نيم. ده مش هتعرف تعمله الا لما تكون خلاص دخلت امريكا. فنصيحة الناس اول ما تخش خلاص امريكا وتبعت بقى ورقها للاي سي ام جي عن طريق البروجرام كوردينيتور وخلصت النقطة دي، تبعت للاي سي ام جي وتقول لهم انا محتاج دي اس 2019 تاني عشان اقدم بيها على السوشيال سيكيورتي، يكون فيها اسمي الاولاني فيرست نيم موجود في فيرست نيم لوحده واسم بابايا واسم جدي في الميدل نيم واللاست لوحده، عشان توفر على نفسك وقت بس وانت ايه بتقدم على السوشيال سيكيورتي.
في ناس ما حصلش عندها مشكله، يعني راحت للسوشيال سيكيورتي بالورقه دي والموظف من نفسه قال لهم هو ايه الفيرست نيم بتاعك في الاسماء دي كلها، فانت بتقول له ده انا الفيرست نيم بتاعي كذا، فخلاص. بس في ناس كتير لا حصل لها مشكله، قالوا لهم لا مش هينفع نمشيها كده، او قالوا لهم خلاص هنمشيها بس هنبعت بقى للديبارتمنت اوف هوم لاند سيكيورتي عشان نتاكد من الاسم ده مظبوط، فبيأخر الابليكيشن بتاعك. فالاحسن ان انت تحاول تاخد بالك من النقطه دي من الاول. كمان طبعا محتاج تفتح بنك اكاونت عشان يجيلك مرتبك عليه. انت ممكن تفتح بنك اكاونت من غير السوشيال سيكيورتي في البنوك الكبيره اللي زي بنك اوف امريكا وزي ويلز فارجو وتشيس. حتى يعني وانت على البي 1 فيزا في وقت الانترفيوز وكده ممكن تفتح في اي بنك من البنوك دي سيفنج اكاونت ويطلع لك ديبت كارد. بس بقى ساعات لما تيجي بقى يعني خلاص على السوشيال سيكيورتي تعمل بقى ايه يعني اكاونت كويس بالسوشيال سيكيورتي بتاعك عشان حتى تعرف تطلع على كده كريدت كارد، لان مش هتعرف تطلع كريدت كارد من غير السوشيال سيكيورتي. تمام. ايه بقى موضوع الكريدت هيستوري بقى والكريدت كارد والكلام. كل حاجة في أمريكا عشان تشتريها بالتقسيط محتاجة حاجة اسمها كريدت هيستوري، بمعنى إن أنت تكون عندك كريدت كارد وإن أنت بتستعمله بقالك فترة وإن أنت بتستعمله بشكل وايز، يعني أنت بتدفع كل حاجة في ميعادها، متتأخرش في دفع الفواتير، يعني أي مبلغ بتسحبه من الكريدت كارد تيجي على آخر الشهر في الفاتورة بتاعته بتدفعه في ميعادها، فبتبني كريدت هيستوري. تمام. مشكلة إن إحنا في كتير مننا مبيبقاش عنده كريدت هيستوري، لأن يعني إحنا عشان تطلع تعمل كريدت هيستوري لازم تكون عندك أصلا سوشيال سيكيورتي من الأول ومعاك كريدت كارد، فمعظمنا على البي 1 مينفعش يعمل كده، فخلاص يعني خلاص ده هي ظروفنا كده. لكن اللي كان في أمريكا بيعمل ريسيرش على الجي 1 لازم ياخد باله كويس قوي إن هو لازم يحاول يبني كريدت هيستوري في الفترة اللي هو قاعد فيها في أمريكا على ريسيرش أو كده، بحيث لما يجي بقى وقت النيابة يقدر بقى يستخدم الكريدت هيستوري ده. ليه الكريدت هيستوري ده بيفرق في ايه؟ لو انت مثلا عايز دلوقتي خلاص دخلت امريكا وعايز تجيب عربيه، عندك كذا حل، يا اما تشتري عربيه مستعمله، وممكن يعني يعني عربيات مستعمله في امريكا رخيصه يعني من اول 2000 بقى او ممكن انت طالع، بس عشان تجيب حاجه معقوله يعني تستحمل معاك، انت محتاج مثلا 4 5000 دولار. او ان انت الامريكان كلهم بيعملوا ايه، ان هو لما بيجي يشتري عربيه بيجيبها بالتقسيط، يعني بيدفع مثلا يعني 150 200 دولار في الشهر وبيفضل بقى ايه ماشي بالشكل ده لحد ما ثمنها يخلص، او وده اسمه فاينانسنج. او ان انت بتعمل حاجه تانية اسمها ليسنج اكار. ليسنج اكار ان انت بتدفع مبلغ اقل من الفاينانس، يعني مثلا لو عربيه كان مثلا هتدفع قسطها 200 دولار مثلا، هالفاينانس ممكن يبقى 100 150، بس فكرة سوري الليس بيبقى 150. بس الليس انت ما بتتملكش العربية، يعني انت زي بتأجرها فترة معينة بتبقى مثلا 2 3 سنين، وبعد كده في آخر الفترة دي بترجع العربية تاني، وهو بيشوف إذا كان فيها أي حاجة حصلت يعني مشاكل أو كده، بتدفع انت تمن التصليح ده، مفيش حاجة فيها خلاص بيبقى قدامك أوبشن من الاتنين، يا إما بيبقى فاضل جزء في ثمن العربية انت ما دفعتوش، عايز تدفع العربية تبقى بتاعتك خلاص، مش عايز وترجع العربية براحتك يعني. فسواء الليسنج او الفاينانسنج محتاج كريدت هيستوري، وانت جاي امريكا لاول مرة على جي 1 فانت معكش كريدت هيستوري، فساعتها غالبا بيبقى الحل يعني يا اما نجيب عربية مستعملة، يا اما يعني اما بقى في شركات معينه او بنوك ممكن تخليك تجيب يعني بالعقد بقى اللي انت بتمضيه مع المستشفى ده، ممكن يساعدك ان انت تعرف تعمل ليسنج او كده، بس غالبا هتدفع اكتر من الشخص اللي معاه كريدت هيستوري يعني هي. فعشان كده موضوع كريدت هيستوري ده مهم جدا ان انت تبدا تبنيه اول ما تخش امريكا على جي 1 فيزا، سواء انت في ريسيرش او في نياب. تمام. لو انت في بلد اصلا اوريدي فيها مواصلات كويسه جدا، يعني انت في نيويورك او في شيكاغو انت مش محتاج عربيه في الاول، يعني انت ممكن تعتمد على المواصلات بشكل كبير جدا، وتاجل
موضوع العربية ده يعني لحد ما يبقى معاك كريدت هيستوري عشان ما تدفعش فلوس كتير في الأول. طيب الحاجات برضو اللي تاخد بالك منها وتحاول تعملها لما توصل أمريكا، إن أنت يبقى معاك تليفون، يعني لازم تجيب خط تليفون بقى ثابت هيبقى معاك عشان تحتاجه في المستشفى. يستحسن لو انت معاك سمارت فون، لان في النيابة انت في ابليكيشنز كتير بتحتاجها للسمارت فون، هتساعدك كتير اوي في النيابة. ف يعني لو معاك حاجة ايفون بقى او سامسونج او كده، سمارت فون هيبقى هيريحك كتير. يعني حاول تبدأ تعرف البلد اللي انت هتبقى موجود فيها، اماكن الشوبينج فيها، هتجيب الاكل بتاعك منين، الحاجات اللي انت هتبقى بتستخدمها بشكل دوري. حاول تشوف أماكنها فين، تتعرف على المدينة، إيه الحاجات الظريفة اللي ممكن تعملها فيها، بتتفسح فين. يعني في الأسبوع أسبوعين اللي أنت قبل النيابة بتاعتك حاول تستكشف البلد، عشان مجرد ما هتبدأ مش هيبقى عندك الوقت قوي إن أنت تستكشف بالشكل ده. فيعني حاول على الأقل الأماكن الأساسية اللي أنت محتاجها تكون خلاص عرفت أماكنها وإزاي تروح لها، سواء بمواصلات أو بالعربية. تمام، إيه تاني؟ يعني حاول برضه تعرف البروجرام بتاعك، بمعنى ان انت حاول بقى تروح للمستشفى قبل حتى ما تبدأ، تتعرف على الناس، تشوف هتقابل البروجرام كورنيتور، تشوف الريزنس اللي معاك هناك. لو ينفع ان انت في بروجرامز ممكن تخليك تعمل اوبزرفرشيب قبل ما تبدأ النيابة في الفترة اللي انت موجود فيها، انك تيجي تقعد تبدأ بقى اوريدي تشوف السيستم، هيساعدك كتير ان انت تتعرف على السيستم في المستشفى وتشوف الديوتيز بتاعتك قبل ما تبدأ فعلا، لأن البداية دايما في النيابة صعبة جدا وبتبقى تقيلة. ويعني كل ما تبقى أنت فاهم يعني السيستم قبل ما تبدأ، كل ده ما هيساعدك كتير. يعني حاول تجهز كويس في الفترة دي بعد الريزنسي، إن أنت يعني تبدأ بقى تقرأ كده، تبدأ تجاه تفتح مواضيع كده عشان ما تخشش، يعني لأن معظمنا لما مخلص امتحانات وآخر مرة قرأ في الطب يعني من فترة طويلة، خصوصا لو احنا بقى ايه مكناش بنعمل حاجة معينة في مصر، يعني مش نيابة بقى وكده، ف يعني ملهاش علاقة بالتخصص اللي انت هتعمله هناك في أمريكا، فبتبقى يعني محتاج إن انت تقرأ شوية. في كتب كتير بقى survival guides مشهورة، يعني تجيب واحد او اتنين منهم وتبدأ تقرأ كده وتفتح فيه عشان ايه تبقى مستعد لبداية النيابة بس. ويعني وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم بإذن الله، يوفقنا جميعا. لو حد عنده بقى اي اسئلة في الكلام اللي انا قلته، في نقطة عايز يعرف عليها تفاصيل، يعرفها بتفاصيل اكتر، او يعني عايز يسأل اي حاجة مش واضحة انا قلتها، يعني ممكن تبعت في أي وقت كومنت أو تبعت لي مسج، وإن شاء الله يعني في أقرب وقت هعرف أرد فيه عليك، هرد على طول. يعني ميرسي جدا، ربنا يوفقكم كلكم إن شاء الله، السلام عليكم.